إن دولة قطر وضمن الرؤية المتكاملة لسياستها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي تعطي أهمية كبيرة لمسألة التنمية المستدامة بأوجهها المختلفة كالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية انسجاماً مع الأجندة العالمية للتنمية المستدامة لعام 2030. وتدرك أن تحقيق التنمية المستدامة هو تحدي هام على المستوى الوطني وكذلك تحدي عالمي ينبغي على المجتمع الدولي وضعه على أجندة أولوياته والعمل على النهوض به. وتشارك دولة قطر مشاركة نشطة وفعالة مع الدول الأخرى في هذا الصدد، وتسعى دولة قطر ممثلة في وزارة المواصلات والاتصالات بالمشاركة في مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات كشريك ذهبي لهذا العام للتعبير عن تضامنها مع الأهداف العالمية الرامية إلى الاستفادة من قوة التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات في تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما تعمل الوزارة على متابعة تنفيذ مسارات عمل القمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها عالمياً من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تتوافق مع المساعي والجهود الوطنية الرامية إلى تأسيس اقتصاد قائم على المعرفة. نتطلع خلال هذا المؤتمر القادم للقمة العالمية لمجتمع المعلومات إلى استعراض بعض من إنجازات دولة قطر فيما يتعلق بتطبيق مسارات عمل القمة وعرض عدد من المشاريع المنفذة تحت مظلة حكومة قطر الرقمية واستراتيجيتها، وكذلك عرض تجربة برنامج قطر الذكية تسمو، فضلاً عن عدد من المبادرات الخاصة بالشمول الرقمي ولمختلف فئات المجتمع بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والعمالة الوافدة.